العودة إلى الحياة الطبيعية تبدو مبكرة نوعا ما في مدن وعواصم عالمية مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا تزامنا مع رفع القيود التي فرضت في الأساس لمكافحة تفشي الوباء. الحكومات متهمة بسوء إدارة الأزمة والتأخر في اتخاذ إجراءات لاحتواء الجائحة، والمعادلة تبدو معقدة بين صحة وسلامة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد الذي أصيب في مقتل مع طول فترة الإغلاق. منظمة الصحة العالمية لا تجد أذانا صاغية وهي تحذر من التعاجل في رفع القيود، وها هي السلطات الصينية تعلن عزلا طارئا على أحياء بكين بعد ظهور إصابات جديدة. الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100,000 وفاة، ولا تزال تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات في ولايات استؤنف فيها النشاط الاقتصادي. في أمريكا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء كما صنفتها منظمة الصحة، سجلت المكسيك وتشيلي أسوأ أعداد الإصابات اليومية، حيث راوحت 5,000 في يوم واحد. أما البرازيل الثانية عالميا في عدد الوفيات، دأب رئيسها على التقليل من حجم الوباء والدعوة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية. أما الحكومة الفنزويلية فقد مددت حالة التأهب لشهر إضافي بسبب ازدياد حالات الإصابة. في أوروبا الوضع الصحي آخذ بالتقدم، ومن المتوقع رفع القيود على التنقل داخل الاتحاد الأوروبي من 3/4 الدول الأعضاء. روسيا برغم تخفيف القيود ما زالت تسجل إصابات جديدة وصلت إلى أكثر من 50,000 حالة. وفي أفغانستان حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس تشهد ازديادا. السيناريو يتكرر في القارة السمراء، حيث سجلت جنوب إفريقيا ارتفاعا مفاجئا في عدد الإصابات بلغ أكثر من 10,000 في يوم واحد. ومع وجود أكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم، يظل خطر الجائحة ماثلا للعيان.